وثاني شيء حتى لما طلع في الام بي سي قالوا له انتم خفتوا من مي العيدان، قال ما شنو، قال لا هو في قانون جرائم الكترونيه بس مو قوانين الاعلام. قصدنا حتى طريقه الرد ما كان فيها اعتذار او ما كان فيها يعني توضيح باسباب. اي الطريقه ما حبيت الطريقه ان انا الا ابي اضايقك. احنا ما نبي نضايقك، انا وايد مستانسه بهاللقاء اليوم وانا بعد ان شاء الله يكونون شاب، لان ما هذه شفتوا انا بعد مالتها انا حسيتها طبعا استني تحت الهواء تحت الهواء.